السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فيديو اليوم دائما مع البلاطويات لكن هذا المرة مع البلاطويات اللي راهم طندنس هاد المربعات والمستطيلات بالباكيت ذهبيين وأيضا عنا بلاطو فضي هنا أخذت قياساتي درت واحد مربع مرآة مربع واحد وعشرين على واحد وعشرين الجوانب المحيطة بها نفس الطول طبعا اما العلو تاعها هو خمسة سنتيمتر هنا لصقتهم بالجوردن فيكس اللي هي غراء البخاخ اثنين في واحد لكنه يعني يزعج الاصابع من الاحسن استعمال بيسي ويعني وتصبروا عليها شويه لانها ما تلصقش تمتم لازمها وقت باش تلصق لهذا كي تحطوا هذوك يعني الجهات اللي يلقفوا العلبه الأضلاع اللي تلقف في العلبه تحطوا معاهم اي شيء ثقيل يعني به يلقف لكم كما يقولوا بالفرنسيه لي تاع الزجاجه هنا عندي علبه بنفس الطريقه لكن هذه اللعبه صغيره القياسات تاعها 13 على 8.5 سنتيمتر هذه العلبه لفرشات فر المكياج وال يعني والمشط وما شابه اما الكبيره فهي للعطور نفس الشيء تتقياسات تاعي مرات لما يكون الزجاج مشي مقصوص تماما يصعب العمل فلهذا من الاحسن العلبه تلصقوها عند محل الزجاج ماشي عندكم لان فما عنده قادر يشوف العيوب تاعها ويعاود اصلاحها هنا راني نقطع في الباكيت باكيت هذه العريضه بشيل المارينا راني نقطع في الباكيت ندير بعض كيما يقولوا بالفرنسيه دياغونال هذيك التقاطع باش الباكيت اللي جايه من الجهه الاخرى تنسجم معاه وتجي تعطينا زاويه مستقيمه ناخذ القياسات تاعي طبعا ونقص تماما باش وحده تكون راكبه على اختها اذا ما ما لصقتش معكم الباكيت مليح لان هي غير تاعها فيها تزيدوا بيسيميل حتى تثبت جيدا وعلى كل انا بعد الشغل هذا كي نكمله نعاود نزيد بيسيميل تحت العلبه وفي الجوانب لتثبيت اكثر ولي يعني دعم الزجاج اكثر هذه العلبة ما فيهاش مصاريف بزاف لاصحاب المشاريع فقط الباكيت الباكيت هي اللي راهي مشكل البنات الان يعني الباكيت قادرين زمان كانوا يخدموا بهم الاكسسوارات السيارات او اكسسوارات الـ يعني الاثاث الخشب اثاث البيت قادرين يعني تزيدوا تحوسوا عند اصحاب النجاره او اصحاب الاكسسوارات السيارات الباكيت هي اللي راهي مشكل رغم ان ثمنها يعني معقول متر ب 150 دينار جزائري لكن هنايا اخذت لي هذه العلبه مترين علبه صغيره اخذت لي تقريبا متر وهذا العلب ما يجيهاش ارجل الصناديق جيها فقط ارجل صغيره مثل الزجاجات الصغيره هنا انا ما درت لهاش لان الباكيت راهي رفدتها اعطيتها يعني نوعا ما علو بعد ذلك روحنا لهذا البلاطويات الفضيين انا هنا هذا القالون قيت المحل يبيع لوازم الخياطه بثمن معقول هو قال 250 دينار جزائري للمتر ثم خلاه لي 200 دينار جزائري للمتر جبت متر ونص على الارض تاعه فيها شحال من خطوط كما راكم تشوفوا شكله مثل المسامير راهم على الموضه هذه المسامير انا خدمت به بلاطو كبير فقط حطيت القالون على الحواف تاع المرآة وصنعت بلاطو تاعي عادي ثم اللي باش نغطوا هذاك السيليكون اللي بان عاود صبغت بالباي او بالبخاخ الفضي ماشي صباغه كامله ولكن في الاماكن اللي باين فيها السيليكون حتى نعطي انسجام في اللون وما نبينوش العيوب تاع السيليكون نروحوا هنايا للبلاطو اللي غادي نطبقه قدامكم بلاطو آه يعني دائري القطر تاع نعم القطر تاع قطر المرآة اللي هي تنباع مئة دينار جزائري حوالي آه 16 أو خمسطاش سنتيمتر، آه قفت آه كرطونة العلو تاعها خمسة سنتيمتر لويتها طويتها يعني كما نطو مشي طي مربع وإنما لي كما شفتو مسبقا وصبغتها بالفضي وهنا لما نشفت راني لصق عليها هذا الكالون القياسات مضبوطه للمرآة ما تنجموش ديروها لان ممكن السيليكون يغبنكم في الالصاق ويديلكم لكم من القياسات لازم دائما تزيدوا من بعد تقصوه تزيدوا ما تنقصوش هنا راني نزيد راح نثبت فقط بالسيليكون هذه العلبه خدمتها بالسيليكون مثلها مثل العلبه المص... عفوا البلاطو المستطيل هنا راني نثبت بالسيليكون يلصق يعني جيدا هذا يعني هذا الاكسسوارات مثل الكرتون مثل الكالون السيليكون ممتاز فيه ما يغبنكمش ابدا فقط يغبني انه المنظر تاعها مزعج لكن انا قلت لكم صبغت الاماكن تاع السيليكون بالفضي بباي البخاخ الفضي دائما انا استعمل ماركت باي المشتركات اللي راهم يسالوني عن نوع السباغه يعني ستار اخطيكم منها باي هي الافضل ثبت هنايا ثبت الدائره تاع المراه راح نزيد واحد الحبيبات من هذا العقاش في الاماكن الفارغه من فوق وهذاك الدائره الفضيه تاع المراه ما نرميهاش راح نغطي بها كما كنتم تشوفوا نغطي بها واجهه العلبه او حواف العلبه الافقيه نحاول ندير القياس اللي عندي اذا كان فيه زائد نقصو وما بين هذه الحبيبات اللي كم تشوفو فيهم تاع الدائره ما بيناتهم هذاك الفراغ راح ندير فيه حبيبات من القالون اللي راه عندي شكل المسامير يعني افكار بسيطه تخدموا بها ديكورات رائعه سواء لمشاريعكم سواء لتاثيث بيتكم وديكور البيت لان هذه الاكسسوارات راهي غاليه يعني ثمنها غير معقول ربما في اكسيون في الخارج يعني واحد أور أو ثنين اورو او اثنين اورو ما لهمش لكن احنا هنا كي توصل عنا توصل عنا باثمان غاليه جدا مثل هذه العلبه تلقاوها ب 1200 دينار جزائري وهي هنا ما تكلفنيش حتى يعني 300 دينار جزائري او اقل يعني فقط الارجل نشيط المرآة والأرجل يعني 300 دينار جزائري هذا هو الشكل النهائي يعني علب ما شاء الله والبلاطويات أيضا راقية جدا سواء لمحبي اللون الذهبي أو لمحبي لمحبات اللون الفضي او تدمجوا الاثنين لكم الاختيار اتمنى هذا الفيديو نال رضاكم ما تنسونيش بالبارتاج والاشتراك اللي مشتركه وتفعيل الجرس وترك تعليق واعجاب فضلا وليس فرضا والى فيديو اخر ان شاء الله دمتم في رعايه الله وحفظه